الآن يشرفنا الدكتور عبد اللطيف درويش، أستاذ إدارة الأزمات والصراعات الدولية بجامعة كارديف متروبوليتان البريطانية. وكما فهمت دكتور عبد اللطيف يشرفنا من أثينا اليونانية، أليس كذلك يا دكتور؟ نعم، أهلا وسهلا بكم. أهلا نعم. بك دكتور عبد اللطيف. أحب أولا أن أعرف رأيك في قمة السبت، قمة القاهرة للسلام، هل من أمل في سلام يا دكتور؟ طبعا أتمنى أن يكون سلام، لأنه أنا فلسطيني، أنا بالأساس نعم أعيش وأدرس في اليونان، ولكن أنا فلسطيني ويجب أن تكون هناك فلسطين، يجب أن تكون هناك فلسطين، وبدون فلسطين لن يكون هناك سلام. أتمنى أن تنجح القيادة المصرية المسؤولة عن دولة عربية مسؤولة عن قيادة هذه الأمة مع بعض الدول العربية الأخرى الأصيلة مثل المملكة العربية السعودية في الضغط من خلال إيجاد حلول وحل جذري. لا يمكن حل أن يكون هناك حل للقضية الفلسطينية بدون دولة فلسطينية، عودة اللاجئين، هذا الأساس. ولكن أريد أن أحذر، سيكون هناك استهداف لتسليم الرهائن بدون مقابل، الحصول أو تجريد المقاومة من سلاحها. لنذكر بالتاريخ حين خرج الفلسطينيون من بيروت، كم الإجهاز على الفلسطينيون، ومجزرة صبرا وشتيلة لا تزال في أذهاننا. فبالتالي يجب حماية الفلسطينيين، عدم تسليم أسلحتهم، ويتم تبادل الأسرى وليس رهائن، الأسرى بأسرى الفلسطينيين الذي يقبعون في سجون الكيان الصهيوني بلا ضمير وبلا محاكمة. 6500 أسير من ضمن من قيادات مثل أحمد سعد. حضرتك دكتور عبد اللطيف تشير إلى شروط التهدئة، أنا كنت أسألك عن السلام، السلام الذي يجعلنا ندير ظهورنا لكل هذا المشهد المؤلم. السلام، لكي يكون هناك سلام يجب أن يكون هناك يعني طرفي سلام. أنتم تعلمون أنهم بتاريخهم قتلوا رابين وسمموا عرفات، والآن الشعب الفلسطيني حاولوا كما تفضل سيادة الرئيس السيسي بأنهم سعوا لتوزيع الفلسطينيين وتدمير القضية الفلسطينية وتوزيعهم بين مصر والسعودية ودول المنطقة، أي أن حتى الدول العربية ستدفع الثمن وليس هم. صحيح. وكان ردهم بأن يذهبوا إلى صحراء النقب وهي بيوتهم. يعني أغلبية سكان غزة ولاجئين غزة هم من عسقلان ومن هذه ومن النقب من هذه المناطق. أيوه. فبالتالي أعتقد على الاحتلال أن يزول، على الاحتلال أن يزول، ويكون هناك ليس كما حدث في أوسلو، يكون هناك التزام دولي لأنه ضامين. أذكر أن بايدن الذي يدعم الكيان الصهيوني في حديث معه للرئيس محمود عباس قاله حين تحدث مع الدولة، قال له just God can do this، يعني أنه الله فقط هو اللي استطيع أن يعمل دولة فلسطينية. نعم، الله يبارك عملنا، ويجب أن يكون هناك نضال فلسطيني. أما بالنسبة للأمريكان، أتمنى أن ذاكرتهم تعود للتاريخ، وأنهم خسروا في السفارة الأمريكية 250 شخص من المارينز في عملية واحدة. وأعتقد عليهم أن يفكروا أن هذه المنطقة عربية، وأن يعطوا أهمية للحقوق الوطنية الفلسطينية اللي فيه. اتضحت الصورة يا دكتور عبد اللطيف تعقيبا على حديثك. الله أكبر، يعني الله أكبر، لأنه إن كانوا يقولون أنه الله فقط يستطيع أن يفعل ذلك، ونحن نثق في الله، نحن نثق في أنه سيفعل ذلك.